بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار. الصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم وبعد، فنتابع في شرح العقيدة الوسطى، وقد وصلنا عند قوله رضي الله عنه الفصل الأول في وجوب القدرة وأحكامها. ويلزم أيضا أن يكون محدث العالم قادرا، إلا لما أوجد شيئا من الحوادث بقدرة، يعني قادرا بقدرة، لأنه لا يعقل قادر لا قدرة له. وهذه القدرة ليست هي ذاته غير متحدة بذاته، إلا لزم كون الاثنين يعني الذات والصفات واحدا، لزم كون الاثنين أي الذات والصفات، لزم أن يكون الاثنان يعني الذات والصفات شيئا واحدا، وإلا لزم كون الاثنين واحدا وهو محال لا يعقل. بعدين الكلام في قدم القدرة. يلا يا شيخ. ويلزم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشيخ رحمه الله: ويلزم أيضا أن يكون محيط يعني فاعل ومجيد العالم بفتح اللام كل ما سوى الله قادرا. ذكر في هذا الفصل أربعة مطالب: الأول إثبات كونه تعالى قادرا، الثاني أن يكون ذلك بقدرة زائدة على الذات لا متحدة بها أي تكون معها شيئا واحدا، الثالث وجوب قدم تلك القدرة ووجوب بقائها، الرابع أن تكون تلك القدرة متعلقة بجميع الممكنات. هذه تسمى دخل في أحكام القدرة. كل صفة هناك أحكام تعم الصفات كلها، في أحكام لكل صفة. هنا في هذا الفصل إثبات كونه تعالى قادر. المطلب الثاني أن القدرة زائدة على الذات، يعني ليست هي والذات شيئا واحدا كما يقول المعتزلة. الثالث أن هذه القدرة يجب لها القدم ويجب لها البقاء. المطلب الرابع أنها متعلقة بجميع الممكنات، يعني تصلح لإيجاد كل ممكن خصصته الإرادة. أما المطلب الأول وهو إثبات كونه تعالى قادرا، والقادر ما معنى القادر؟ القادر هو المتمكن من الفعل والترك بحسب الداعي الذي هو الإرادة، يعني متى أفعل ومتى أترك. إذا أراد أن يفعل فعل، وإذا لم يرد الفعل لم يفعل. ولهذا قال بحسب الداعي، يعني الذي يدعوه إلى الفعل أو يدعوه إلى الترك. والداعي هو الإرادة، لأن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا إذا أراد فعله، ولا يترك فعله إلا إذا لم يرده. فإن قلت هذا إنما يصح أن لو كان الفعل والترك مقدورين، يعني أنت تقول هو تعالى قادر. لماذا هو قادر؟ لأنه قادر على الفعل وقادر على الترك. فيقول لك كيف يكون قادرا على الترك والترك عدم يعني عدم فعل، والعدم نفي محض، فكيف يكون قادرا على فعله وهو عدم؟
والعدم ليس فعلا، فكيف نقول قادرا على الترك؟ كوننا نتصور أنه قادر على الفعل هذا مفهوم، لكن كيف يقدر على لا فعل؟ الترك هو عدم ليه؟ عدم فعل. ومن هنا كانت هذه المسألة، أنهم قالوا الترك ده ممكن يكون إيه فعل، وهو إيه؟ وهو الكف عن الفعل. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم، فمثلا واحد يقاتل إنسان يضرب ويحرك يده، ثم يقال له كف يدك، فيعمل إيه؟ فالكف فعل، أنه إيه؟ لا يحركها أو يمنعها من القتال. فما المراد؟ وهنا يقول الشيخ: لكن الترك محال أن يكون مقدورا، لأن الترك عدم، والعدم نفي محض، ولا فرق بين قولنا لم يكن مؤثرا وقولنا الترك تأثير عدمي. يعني ما الفرق بين العبارتين؟ هل الترك تأثير ولكن سلب، ولا هو عدم تأثير؟ قالوا لا فرق بين الايه؟ بين العبارتين. يعني إذا قلت لك الله تعالى يعلم، انتبه إلى العبارتين، الله تعالى يعلم أنه ليس له ولد، هذه عبارة. ما هي العبارة؟ الله تعالى يعلم أنه ليس له. طيب لو قلت لك الله لا يعلم أن له ولد، ما الفرق بين العبارتين؟ هل هناك فرق؟ لا يعلم أن له ولد، أو يعلم أنه ليس له ولد. كما نقول الآن الترك تأثير عدمي، أو نقول الترك عدم تأثير، هل في فرق؟ إذ لو كان العدم أثرا لزم قدم العالم. لو كان العدم له أثر، بمعنى كده العالم كان في الأزل كان عدما، والعدم أثر، فيلزم أنه قديم لأنه كان معدوما في الأزل. لو كان الترك أو لو كان العدم أثرا، هيلزم من هذا قدم العالم. وأيضا فإن قولنا لم يوجد الله العالم معناه أنه ليس بفاعل العدم الأصلي. خلاص كده؟ فإذا كان العدم الحالي غير فعل، استحال إسناده إلى القادر، لأن تحصيل الحاصل محال. يعني إذا كان العدم الموجود ليس فعلا، فكيف نسنده إلى القادر؟ لأن القادر لو ترك فعله يبقى عدما، طب ولو فعله يكون عدما، يبقى في هذه الحالة تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل محال. فثبت أن الترك غير مقدور، وإذا كان يعني الأمر كذلك، بطل قولك في تعريف القادر إنه المتمكن من الفعل والترك. يبقى القادر هو الذي يفعل فقط، لا هو الذي لا يفعل، لأنه يترك يعني لا يفعل. فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ فقد أطال النفس فيها الإمام السنوسي في الكبرى، تكلم فيها باستفاضة، وكذلك الحاشية. ما هو الجواب؟ أن القادر
هو الذي يصح منه أن يصدر والذي يصح أن يصدر منه ما يكون في نفسه ممكنا، والفعل إنما يصح فيه ما لا يزال، فلا جرم بطل لزوم قدم العالم. ليه؟ لأن الفعل لا يصح في الأزل، في الأزل ليس هناك فعل. أول ما تسمع كلمة فعل يعني هذه فيما لا يزال، لأن الأزل ليس فيه فعل. فلا جرم بطل لزوم قدم العالم إذ لا ترك، لأن تحصيل الترك متجدد بعد أن لم يكن. وقولهم إن الترك مستحيل أن يكون مقدورا، لماذا؟ لأنه عدم محض. قلنا ممنوع، يعني هذا القول ممنوع. ليه؟ فإن الترك هو الكف والإمساك عن الفعل، والكف والإمساك عن الفعل ليس أمرا عدميا، وإنما هو أمر وجودي كما ذكرت لكم. ومن هنا تعلم أن من قال من الفقهاء الترك فعلي يعني أمر فعلي لا عدم فعل، لا يلزم عليه محظور ولا إضرار، فتنبه لذلك. هذا هو تحقيق المسألة، لأن تعريف القادر يكون قادرا يعني إذا كان متمكنا من الفعل ومن ومن ضده، يعني لو شاء فعل ولو شاء لم يفعل، لكن إذا كان فاعلا فقط ولا يتأتى منه الترك، هذا على مذهب الفلاسفة، فمعناه أنه ليس عنده إرادة وليس مختارا، لأنه لا يمكن أن يكون فاعل مختار إلا إذا ارتبط فعله بالإرادة، يعني إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، هذا هو الفاعل المختار. وكلمة القادر تساوي الفاعل المختار، لأن القادر لا يكون قادرا إلا إذا كان قادرا على الفعل وقادرا على الترك، وهذا هو معنى الاختيار. فكلمة قادر تساوي الفاعل المختار، لو عملت معادلة رياضية قادر تساوي فاعل مختار، فاعل مختار تساوي قادر. وليس معنى هذا أن الترك إيجاد فعل يسمى الترك، ولكنه يعني كما أنه إذا شاء فعل الشيء أو خلق زيدا، كذلك إذا شاء لم يخلقه، هذا هو معنى أن فعله اختياري. ثم أشار إلى إقامة الدليل على أن محدث العالم قادر، وإلا أي بأن لم يكن محدث العالم قادرا لما أوجد شيئا من الحوادث يعني المخلوقات، وهو خلاف الحس والعيان، لأنه لو انتفت القدرة لزم العجز فلا يتأتى معه تأثير البتة، وإذا لم يتأتى منه تأثير كان علة أو طبيعة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فيلزم قدم العالم، يعني إذا كان علة أو طبيعة. وقد سبق برهان حدوثه واحتياجه إليه تعالى، وأنه لا يتأتى وجوده من غير موجود. يلا فإن قلت لو كان تعالى قادرا وقدرته تتعلق أولا بإيجاد ممكنا، فعند وجودها يستحيل أن تكون مقدورة لاستحالة إيجاد الموجد. يعني برضو في اعتراض آخر، يعني بيقولوا عند العدم لا يكون قادرا، لأنه كيف يكون قادرا على إيجاد العدم وهو
يعتبر تحصيل حاصل، لأنه لو تركه لبقي عدما، ولو أوجد العدم لحصل الحاصل. كذلك يقال في الممكنات بعد وجودها يستحيل أن تكون مقدورة. لماذا؟ لأنها إذا كانت موجودة فكيف يكون قادرا على وجودها وهي موجودة؟ فهذا أيضا تحصيل الإيه. فلذلك التعلق بالعدم لاستحالة إيجاد الموجد، يعني هو موجود، فذلك التعلق إن عدم يعني تعلقها بالممكنات بعد وجودها. كيف تتعلق بها القدرة؟ هل تتعلق بها لتوجدها؟ فهذا إيه؟ تحصيل حاصل. طيب إذا لم يكن هناك تعلق، معنى هذا أن التعلق إن عدم يعني لا تعلق، وعدم التعلق محال، لابد أن تكون القدرة متعلقة بكل ممكن. وما أدى إلى المحال محال، فكونه قادرا محال. فالجواب أن التعلق إضافة لا وجود لها في الأعيان، فلا يلزم من عدمها عدم القديم فاعرفه. يعني كلمة تعلق هذه إضافة إلى القدرة بعد وجود الفعل، أو لكي توجده وهو في العدم أو وهو منعدم قبل أن يوجد، أو بعد وجوده لكي تجعله معدوما بعد أن وجد. وهذا التعلق ليس أمرا وجوديا، يعني ليس موجودا في الأعيان، وإنما هو أمر إضافي أو اعتباري. فلا يلزم من عدمها يعني من عدم التعلق عدم القدرة. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول، وهو كونه تعالى قادرا. وأما المطلب الثاني فقد أشار إليه بقوله. وأما المطلب الثاني فقد أشار إليه بقوله بقدرة. هذا الجار والمجرور يتعلق بقوله قادرا، يعني إن قابليته تعالى تكون بقدرة زائدة على الذات. وفيه رد على المعتزلة القائلين بأن قادريته تعالى بالذات لا بقدرة زائدة على الذات، ولا يخفى فساده. يعني مذهب أهل السنة أن القدرة والعلم والإرادة وجميع صفات المعاني ليست هي الذات، وإنما هي زائدة على الذات، ليست هي عين الذات، وليست هي غير الذات، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون هي عين الذات. ولا يخفى فساده، لأنه لا يعقل قادر لا قدرة له، لأن القدرة إما شرط في كون القادر قادرا، يعني كيف يكون العالم عالما؟ شرط أن يكون الإنسان عالما هو العلم، وجود العلم. كذلك شرط أن يكون قادرا وجود القدرة، فكيف يكون قادرا بغير قدرة؟ لأن القدرة إما شرط في كون القادر قادرا، أو علة، أو مدلولا له، أو جزءا من حقيقته. إذ القادر من له القدرة. وعلى جميع هذه التقادير، يعني أن تكون القدرة شرطا في كونه قادرا، أو علة، يعني لماذا هو قادر؟ لأن له قدرة. أو مدلولا، يعني لأن هناك دليل، طالما في مدلول فيه دليل. أو جزءا من حقيقته، لأن حقيقة القادر هو من ذات، يعني كيف تكون جزء من حقيقته؟ يعني كيف لا تكون القدرة هي حقيقة القادر؟ ما ينفعش، لأن القدرة ليست هي الذات. فكأن القادر أمران، القدرة والذات.
يبقى في هذه الحالة صارت القدرة جزءا من إيه؟ من القادر. طب ما هو الجزء الثاني؟ هو ذات القادر. واضح؟ طيب هذا كله إن قلنا بثبوت الأحوال. طبعا تحقيق المسألة هو عدم ثبوت الأحوال، حتى قال بعضهم والحق أن لا حال، والحال من المحال، بمعنى أنه ليست هناك مرتبة بين الموجود والمعدوم. يبقى عندنا مرتبتان، جمهور أهل السنة يقولوا إيه؟ وجود وعدم، لا واسطة بين الموجود وبين المعدوم، لكن من أثبت الحال جعل هناك واسطة، فقسم الأشياء إلى ثلاثة، قال هناك موجودات، وهناك معدومات، وهناك أحوال. ما معنى الحال؟ الحال هي الواسطة، يعني إيه؟ يعني لا موجود ولا معدوم. كيف هذا؟ هل هذا يعقل؟ قال لك نعم، لأن الثبوت أوسع من الوجود، فليس كل ما نثبته هو موجود، ولكن كل ما هو موجود ثابت. فكلمة ثابت يعني مثلا نثبت الوحدانية، الوحدانية ثابتة، لكن هل موجودة؟ لا. كذلك مثلا أنت ابن علي، فنثبت لك البنوة، ونثبت لعلي الأبوة، والبنوة والأبوة لا وجود لها، الموجود هو الإب والأب، لكن فين الأبوة وفين البنوة؟ هي ثابتة وإلا لما انتسبت إليه، ولكنها ليست موجودة، لأن لو كانت الأبوة أو البنوة موجودة لكانت أربعة، الأب والابن والأبوة والبنوة، وهم اثنان فقط. ولهذا ما هو أقوى دليل على إثبات الحال؟ قالوا مثلا الله تعالى موجود، نصف الله تعالى بالوجود، صفة الوجود. هل الوجود كصفة؟ نتكلم هنا في الصفة وليس في الذات. الله والذات موجود، فهناك صفة اسمها إيه؟ صفة الوجود. فهل الوجود كصفة موجود؟ قالوا لو قلنا إن الوجود نفسه اللي الصفة موجودة، قالوا ما الذي يحدث لو قلنا الوجود له وجود؟ قالوا يلزم على ذلك الدور أو التسلسل، وكلاهما محال، لأنه لو قلنا الوجود موجود يبقى حنتكلم في وجود الوجود، وفي وجود وجود الوجود، وفي وجود 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 الوجود، حنذهب إلى الدور وإلى. إذا كان البقاء موجود، هل البقاء باقي؟ البقاء يبقى؟ هل هو يبقى ببقاء؟ إذن فهناك بقاء، وهناك بقاء للبقاء، وهناك وجود، وهناك وجود للوجود. هذا لو قلنا أن الوجود موجود. وإذا قلنا أن الوجود غير موجود، اتصف الشيء بضده، كيف نقول الوجود ليس موجودا وهو وجود؟ يعني لا ينفع أن نقول إنه موجود، ولا ينفع أن نقول إنه ليس موجود. فقالوا بشيء غريب هو الحال، فقالوا إن الوجود صفة لله تعالى لكنها ليست موجودة ولا معدومة. إذن قسموا الصفات إلى إيه؟ إلى أربعة: نفسية، يعني حتى جمهور أهل السنة لا يقولون إن الوجود حال، إنما يقولون صفة نفسية، وسلبية يعني سلب أمر، ومعاني وهي الصفات الوجودية، ومعنوية. المعنوية هي الحال، يعني كونه قادرا،
هذه الصفة ليست موجودة وليست معدومة، إنما القدرة هي إيه؟ الصفة الإيه؟ الوجودية. فإذا إذا قلنا عندنا رأيان، بس رأي الجمهور أو التحقيق على نفي الحال، لا واسطة بين الموجود وبين المعدوم، كما أنه لا واسطة بين الصدق وبين الكذب. أقول لك هذا صدق، طيب إن لم يكن صدقا فهو إيه؟ يقول لك لا، هذا ليس صدق وليس كذب، هذا هو ما يسمونه الواسطة. ليه؟ لأنه مذهب أهل السنة في تعريف الصدق ما هو؟ قالوا موافقة الخبر أو الكلام للواقع. فإن قلت زيد كريم وهو في الواقع كريم فهذا صدق، أما إذا كان في الواقع بخيل فهذا كذب. طيب قالوا اشتراط الواقع فقط ده مذهب أهل السنة، لكن هناك من شرط الاعتقاد، يعني أن تقول بلسانك زيد كريم وأنت تعتقد بقلبك أنه كريم، فيكون كلامك لم يخالف الاعتقاد ولم يخالف الواقع. والبعض قال لا يكون صدقا إلا إذا وافق الاعتقاد والواقع. طيب إن خالفهما، يعني أقول زيد كريم أقولها نفاقا، هو ليس كريم ولكني أنافقه أو أتملق له، وهو في الواقع ليس كريم، فإن خالف الكلام الواقع والاعتقاد فهذا كذب باتفاق. لكن المشكلة إن وافق أحدهما وخالف الآخر، يعني في هذه الحالة الذي جعل الأمر منصب على الاعتقاد، يعني أي كلام تقوله وتعتقد أنه صدق يكون صدق حتى لو خالف الواقع. حتى قال بعضهم من قال إن السماء تحتنا وهو يعتقد ذلك كان صادقا مع أنه مخالف للواقع، أو قال إن الأرض فوقنا وهو يعتقد ذلك، فجعل المعيار هو الاعتقاد. لكن أهل السنة قالوا لا، الكلام فيه في الواقع. إذن كيف نفسر قول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله؟ إذن كلامهم صدق لأنه وافق الواقع، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لصادقون ولا لكاذبون. كيف كذبوا مع أن كلامهم موافق ليه الواقع؟ كده الآية بتؤيد مين؟ المعتزلة. لأن التكذيب من الله تعالى لهم ليس في قولهم إن سيدنا محمد رسول الله، وإنما كذبهم في قولهم نشهد، لأن الشهادة كانت بألسنتهم ولم توافق ما في قلوبهم، فصارت ليست مطابقة للواقع، لأن واقع قلوبهم أنهم لا يشهدون، وإنما يقولون ذلك نشهد، يعني يقولونها بألسنتهم ولا يشهدون شهادة حقيقية. إذن فهم كاذبون. واضح كده من كلام أهل السنة هو اللي ماشي. يلا هذا كله إن قلنا بثبوت الأحوال، إن وذلك قال إن قلنا، إحنا لا نقول بثبوت الأحوال، وأن القادرية، يعني القادرية دي مش هي القدرة، ده القادرية دي صفة غير القدرة، وذلك الصفات لو كانت القادرية هي القدرة كانت الصفات تبقى كام؟ 13، ما هي كام؟ 20، إذا عدناها 7، فكيف يعد
الشيء الواحد يعد شيئين، يبقى القدرة والقادرية اثنين ولا واحد؟ اثنين. إذا قلنا إيه؟ ها؟ بثبوت الأحوال. طب الأشاعرة موقفهم إيه؟ قالوا نفوا الحال، لكن قالوا القادرية دي لا نسميها صفة أو حال، وإنما هي عبارة عن قيام القدرة بالذات، فنفوا تسميتها حال وسموها إيه؟ اعتبار. يبقى عندنا كام حاجة؟ أربعة. عندنا وجود وعدم وحال واعتبار. الوجود هو إيه؟ الخارجي، العين الحقيقي اللي هو المشاهد، ده وجود حسي عيني. طب والعدم هو النفي. طب والحال كما أثبتنا هنا، الحال صفة صفة لموجود، لا موجودة ولا معدومة. ليه لا موجودة؟ قال لو قلنا موجودة حتبقى من صفات المعاني، ولو قلنا معدومة حتكون من الصفات السلبية، فهي لا سلبية ولا من المعاني، وإنما هي إيه؟ سموها المعنوية. هذا إن قلنا بثبوت الإيه؟ ها؟ وأن القادرية حال ثابتة تقوم بالذات كما تقوم القدرة. وأما إن قلنا بنفي الأحوال كما هو مذهب إمام أهل السنة الشيخ الأشعري، هنمشي مع الأشعري؟ نمشي معهم، كيف إحنا أشاعر ونمشي وراء؟ يبقى حنسير تبع الأشعري. فنقول به بنفي الأحوال. إذن ما معنى القادرية؟ قالوا معناها قيام القدرة بالمحل، يعني قيام القدرة بالذات، فليست هناك صفة زائدة على صفة المعنى، فالقادرية نثبتها بس على أنها إيه؟ ليست صفة زائدة، وإنما هي قيام القدرة بالذات. فقيام القدرة بالذات نسميه قادرية، وقيام العلم بالذات قيام العلم بالذات نسميه عالمية. يبقى قيام القدرة نسميه قادرية، وقيام العلم نسميه عالمية، وهكذا. وأما إن قلنا بنفي الأحوال كما هو مذهب إمام أهل السنة الشيخ الأشعري، فلا معنى للقادرية إلا قيام القدرة بالمحل، فبرهان كونه تعالى قادرا هو بعينه برهان إثبات القدرة له تعالى. ده دليل الأشاعرة، قال لك طب هات لي كده إثبات القادرية، هو نفسه برهان إثبات القدرة. ولما كانت القدرة زائدة على ذاته تعالى غير متحدة به، يعني ليست القدرة متحدة بمعنى أنها هي والذات شيء واحد، أشار إلى ذلك بقوله غير متحدة، يعني غير ممتزجة ومختلطة بذاته، بأن تكون معه يعني مع الذات شيئا واحدا. ويصح قراءة يعني غير متحدة نقرأها بالخفض نعتا لقدرة غيره، وبالنصب على تقدير أعني. يلا. وإلا بأن كانت متحدة بذاته لازم كون الاثنين واحدا، والكل عين جزء أو الكثير عين القليل. يعني لو كانت القدرة هي والذات متحدة هيلزم كون الاثنين يعني الذات والصفة واحد، والكل عين جزئه، يبقى كده هيبقى الكل هو عين الجزء والجزء عين الكل، هذا لا يقال ايه او لا يقول به احد. فالجزء غير ايه الكل، الجزء هو ايه؟ هو وغيره كلا، والكل ينقسم إلى إيه؟ إلى أجزاء. أو الكثير عين القليل، وهو محال لا يعقل، يعني لا يصير الاثنين واحدا، ولا يصير الكل هو عين الجزء، ولا يصير الكثير هو عين القليل، فهذا محال، يعني لا يتصور في العقل وجوده بوجه من الوجوه، لأن القدرة والذات حقيقتان اثنتان، فلو اتحدتا صارتا واحدة،
ولزم ما ذكر ضرورة قديمة وإلا كان ضدها وهو العجز قديما فلا ينعدم أبدا لما علمت أن القديم لا يقبل العدم فيلزم ألا يقدر أبدا يعني لازم تكون القدرة قديمة وإن لم تكن قديمة كان ضدها هو القديم هو العجز وإذا كان العجز قديما فالقديم لا ينعدم فيظل العجز دائم فمعنى هذا أن القادر أو الإله لا يكون قادرا أبدا فيلزم ألا يقدر وإذا كان غير قادر كيف ومصنوعاته تشهد باستحالة ذلك يعني باستحالة نفي القدرة وأيضا لو كانت القدرة حادثة لاحتاجت في إحداثها إلى قدرة أخرى ويلزم التسلسل هنقف عند كلمة التسلسل والدرس القادم هنبدأ من قوله ويلزم أن تكون متعلقة يعني هو عنوان جديد يلا شوف ثم أشار إلى المطلب الثالث بقوله قديمة يقرأ بالخفض نعتا للقدرة يعني إن قدرته تعالى قديمة لا أول لها واستدل على ذلك بدليلين الأول أن قدرة محدث العالم قديمة وإلا بأن لم تكن قديمة بأن كانت حادثة كان ضدها وهو العجز قديما إذ لا واسطة بينهما في حق كل حي وإذا كان العجز قديما فلا ينعدم أبدا لاستحالة عدم القديم لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه لما علمت يعني عرفت في باب حدوث العالم أن القديم لا يقبل العدم وإذا كان لا يقبل العدم استحال عدم العجز وإذا استحال عدم العجز استحال وجود القدرة التي هي شرط في وجود العالم فيلزم ألا يقدر أبدا وإذا لزم ألا يقدر أبدا فيلزم ألا يوجد شيء منه أبدا ومصنوعاته يعني مخلوقاته تشهد أي تقر وتعترف بلسان الحال وبلسان المقال استحالة يعني بامتناع ذلك يعني عدم القدرة يعني هذه المصنوعات والمخلوقات وهذا الإبداع وهذا النظام وهذا الإتقان يشهد بنفي عدم القدرة ويشهد كذلك بأنها موجودة بل هو القادر القاهر سبحانه وتعالى فوق عباده والدليل الثاني على قدم القدرة هو ما أشار إليه بقوله وأيضا مما يعقل تصوره لو كانت القدرة القديمة حادثة تنزهت عن ذلك يعني مسبوقة لا احتاجت يعني افتقرت في إحداثها يعني إيجادها إلى قدرة أخرى يعني محدث قادر بقدرة ثم ننقل الكلام إلى هذه القدرة التي تتوقف عليها القدرة الأولى فمثلا هتكون لو كانت القدرة حادثة متوقفة على قدرة قبلها وتكون التي قبلها حادثة أيضا وتكون متوقفة على قدرة قبلها فيلزم أيضا أن تكون حادثة لمماثلتها للأولى فتتوقف هي أيضا على قدرة أخرى للفاعل فإن كانت هذه الأخرى هي الأولى التي كانت تتوقف عليها فهذا هو الدور وإن كانت غيرها لزم فيها ما لزم في الأول وهكذا أبدا وفي هذه الحالة يلزم التسلسل يبقى ما الفرق بين الدور والتسلسل الدور يعني فيه دوران يعني يعود إلى الأول زي ما نقول كده إيه ألف متوقفة في وجودها على باء وباء على ألف يبقى كده إيه عاد يدار أو نقول ألف على باء وباء على جيم وجيم على دال ودال على واو واو على ألف يبقى طالما رجعنا للأول يسمى إيه؟ دور أما إذا استمر الأمر بدون توقف فهذا يسمى تسلسل هذا هو الفرق بين الدورة وكل دور تسلسل في المعنى وقد علمت استحالة الدور والتسلسل
يعني الدور ده باطل، لأنه يلزم عليه بطلان الدور ده بدهي، بمعنى أنه يكون الشيء سابقا مسبوقا أو متقدما متأخرا أو موجودا معدوما، يعني يرجع إلى إيه؟ إلى اجتماع النقيضين، أو إلى اجتماع. هذا هو وجه أو دليل أو برهان استحالة الدور، يعني حيرجع إلى إيه؟ إلى اجتماع النقيضين. أي دور كده؟ يعني مثلا زيد متوقف على عمرو، وعمرو متوقف على زيد، بمعنى هذا أن زيدا أوجد عمرا، وعمرا أوجد زيدا. طب لكي يوجد زيد عمرو لا بد أن يكون متقدما، ولا بد أن يكون عمرو متأخرا، ونفس ذلك في إيجاد عمرو لزيد، فيكون عمرو متقدما على زيد متأخرا عنه، ويكون زيد كذلك متقدما ومتأخرا. اجتمع إيه؟ اجتمع استحالة الإيه؟ الدور ظاهرة، يعني لا ينكرها أو يفهمها أي عاقل. يعني زي ما أقول لك زمان كانوا يقولوا إيه قصة الإيه؟ البيضة والدجاجة. الدجاج الأول ولا البيضة الأول؟ لو كل دجاجة جاءت من إيه؟ من بيضة. طب وكل بيضة جاءت من إيه؟ هو ذا الدور. يبقى معنى كده إيه؟ نجيب إيه؟ الدجاجة اللي معنا، ها؟ جاءت منين؟ من البيضة. طب البيضة جاءت منين؟ هكذا نتسلسل حتى نصل إلى الدجاجة الأولى أو البيضة الأولى. لا بد كده، وإلا لا نصل أبدا. يعني حنقول كده كل بيضة قبلها إيه؟ دجاج، وكل دجاجة قبلها بيضة. فإن استمر الأمر في هذا التسلسل هذا يعقل، يعني معناها إيه؟ لا يوجد خالق، لأنه كل بيضة قبلها دجاج وإلى لا أول. طالما ما فيش بداية يبقى عشان نثبت الخالق لابد من قطع التسلسل، لأن الخلق له بداية. ألم يروا كيف بدأ الخلق كما بدأنا؟ فإذا كان كل دجاجة قبلها بيضة وكل بيضة قبلها إلى لا بداية، فده معناه إيه؟ ما فيش صانع، فكله إيه؟ ما فيش إيه؟ خلاص. طب وإن رجع الأول، يعني البيضة أوجدت الدجاجة والدجاجة أوجدت، بدأ دور. فهمت كده الدور إيه؟ وكلاهما باطل، واستحالتهما في العقل واضحة جدا. كيف مثلا نفهم استحالة التسلسل؟ قال لك التسلسل ترتب أمور، أمر متوقف على أمر، والذي قبله متوقف على الذي قبله إلى لا أول. نمشي كده عضل بدون بداية، كل شيء متوقف على شيء قبله. فلو كان التسلسل صحيحا لما وجدت المخلوقات الآن. يعني المخلوقات الآن لو كان وجودها متوقف على مخلوقات متعاقبة لا بداية لها، يبقى لا توجد المخلوقات الموجودة الآن. ومثلوا لذلك بموضوع الدرهم. شوف الدرهم مثلا أعطيك إيه؟ أقول لك خذ هذا الدرهم، فأنت تمد يدك لتأخذه، درهم ظاهر أمامك، درهم موجودة، هذا مثلا خذ، فتمد. أقول لك لا، في شرط. ما هو الشرط؟ أن تكون أخذت قبله درهم. طب هات اللي قبله، مشروط بدرهم قبله، هات اللي قبله مشروط بدرهم قبله، فكل درهم مشروط بدرهم قبله إلى لا أول. إيه معنى هذا؟ أن الدرهم لن تأخذه أبدا، لأنه كل درهم متوقف على درهم قبله إلى لا أول. يبقى معنى كده لو كانت المخلوقات
ماشي على نظام التسلسل، يعني كل شيء مسبوق بما قبله، يبقى معناها لا توجد المخلوقة لأنها متوقفة على مخلوقات قبلها لا نهاية لها في الماضي. كما أن الدرهم الذي اشترط أن تأخذه الآن متوقف على دراهم لا أول لها، فكيف تأخذ الدرهم؟ يعني عارف لو أوقفت الدرهم على مليار قبله، يعني لا أعطيك الدرهم إلا إذا أعطيتك مليار، نعد 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 حتى تصل إلى الإيه؟ إلى الدرهم، لأن المليار محدود ومتناهي. أما إذا فتحناها دراهم لا أول، كيف تأخذ الدرهم؟ يبقى إذن ما هو الأول، البيضة ولا الدجاجة؟ يبقى لا بد أن تكون الدجاجة الأولى، فتناسل الدجاج بواسطة البيض وليس بواسطة التناكح أو كذا. ومن كل شيء خلقنا زوجين، يبقى الديك والدجاجة، ثم حدث البيض وكثر الدجاج، ولولا ذلك ما كان هناك. لا بد، لا بد أن تكون هناك الأولى هي الدجاجة، خلاص. وبعدين يبقى طب، وقبل الدجاجة الأولى لم يكن لا دجاج ولا بيض، كان كان طعمية وفول. وقد علمت استحالة الدور والتسلسل في باب وجود قدمه تعالى ووجود مرفوعه. فلا بد، يبقى أظهر أو أقوى دليل عند المتكلمين اللي هو العلم ده كله عليه هو بطلان إبطال الدور والتسلسل. الشيخ الأمير ذكر في الحاشية 11 دليلا، بل له رسالة صغيرة كده اسمها الأدلة على استحالة الدور، 11 دليل أو 11 برهان مصورة، بمعنى أنه في برهان اسمه برهان التطبيق وبرهان التضايف وبرهان العلية والمعلولية وهكذا. لأنه مثلا العلة والمعلول في تلازم بينهم. طيب لو جعلنا أنه هذا الشيء علة، علة ليه؟ يعني هذا الشيء إلا لما بعده ومعلول لما قبله، يبقى معناها كده حيصير كل شيء إلا ومعلول حيدور. فلا بد أن نصل إلى العلة الأولى التي ليست معلولة، وإلى المعلول الأخير الذي ليس إلا. يعني لازم نبدأ بطرف مفهوش إلا مفهاش معلول، أو معلول مفهوش إلا. وإلا لو مشينا كده كل علة ومعلول وهكذا، يبقى معناها مش يبقى حنذهب مع الفلاسفة، حنمشي مع الدور والتسلسل. فلا بد أن تنقطع العلل وأن تنقطع المعلولات، هو ده الذي يثبت الصانع البداية. يعني السلسلة يبقى لها بداية، إنما ماشية كده على طول بدون بداية هذا مستحيل في العقل. العقل يحيل التسلسل في البداية، إنما لا يحيله في المستقبل. العقل يتصوره، يعني ممكن أنا أقول لك المثال مرة أخرى فأقول لا أعطيك درهما، لو قلت لك إلا إذا أعطيتك قبله درهما، وكل درهم مشروط بهذا مستحيل. أما إذا قل لا أعطيك درهما إلا إذا أعطيتك بعده، هذا تصوره العقل، بس بشرطين: أن يكون الذي يعطي باقي لا يموت، وأن تكون الدراهم لا تنفد. يعني كل ما أعطيك درهم الدراهم متوالية. طب هل هذا يتصور؟ نعم، لأن الله تعالى يخلق كل شيء كلكم فيكون، فلا ينفد عطاؤه أبدا. يعني إذا أعطى لا ينتهي العطاء، لأن الخلق عنده مستمر. يعني إذا أعطاك يعني مليارات يجدد مثلها وهكذا، والقدرة لا تنعدم وهو باقي. فهذا يتصوره العقل أو لا؟
يتصوره العقل، إنما في أمور لا يتصورها العقل، أو مثلا العقل يقف عندها، وتسمى مواقف العقول. كان قديما في رجل عمل إيه؟ بنى دار وشيدها وأحسن بناءها ودعا الناس إلى الطعام والشراب، فرح بإيه؟ ببناء القصر. فدخل الناس يأكلون ويشربون في أفخم وأحلى أنواع المأكولات والمشروبات، لكن كل من يدخل ليأكل أو يشرب يسأل، يقال له سؤال واحد: هل رأيت في الدار عيبا؟ يعني يدخل كده طبعا لا تخلو من عيب، يعني مهما كان الإتقان والبناء لا بد يكون في شيء كده، مسمار مثلا مش ما في حاجة كده حنفية خربة. هل رأيت في الدار عيبا؟ فيقول: لا، ما أحسن بناءها وما أجمل الهندسة والإتقان والصنع والبناء. يقولون: لم نرى عيبا. حتى دخل رجل في آخر الناس فسئل: هل رأيت عيبا؟ قال: رأيت عيبين. قال: ويحك، إن الأمير أو الملك أو صاحب الدار لا يرضى بعيب واحد، فكيف يرضى بعيبين؟ ما هو العيب الأول؟ قال: هذه الدار جميلة والبناء، ولكن هناك عيبان. ما هما؟ قال: العيب الأول تخرب الدار، والعيب الثاني يموت صاحبها. يعني ما فائدة الدار بدون صاحبها؟ لا. وبعدين لو بقي صاحبها مخلدا هل تبقى الدار؟ لا، تخرب. يعني عوامل الزمن تأتي عليه، فتأتي مثلا يقول لك هذا المبنى آيل للسقوط. ليه؟ لأنه إيه؟ استهلك ومضى عليه آلاف السنين، أو ما في مبنى الآن يمر عليه آلاف، 20-30 سنة يسقط على من فيه. إنما المباني القديمة تعيش 1000 سنة، ولكن تحتاج إلى إيه؟ صيانة وترميم، زي الأهرام وزي الأزهر الشريف وأبو الهول. دي لولا الصيانة والتجديد كانت أيضا إيه؟ انتهت. يلا شكرا. وإنما اقتصر هنا في العقيدة المصنف رحمه الله تعالى على التسلسل، لأنه بالمعنى العام الشامل للدور. ما هو قال كل دور تسلسل، هو بالمعنى العام يشمل الدور. لأن الدور تسلسل أيضا، لكن في أمور متناهية فأعرفه. يعني الدور والتسلسل هما واحد، إنما إيه الفرق بين الاثنين؟ إنه في الدور بيدور ويعود، يعني زيد على عمرو وعمرو على زيد، أو زيد متوقف على خالد وخالد على بكر وبكر على عمرو وعمرو على زيد. يبقى الدائرة فيه تناهت، مش كده؟ لأنه رجع إلى الأول. إنما التسلسل لا يتناهى، يعني فلان على فلان على فلان دون توقف. فالتسلسل هو توقف شيء على أمور غير متناهية في الماضي، أما الدور يرجع. يبقى إذن الفرق بينهما في الدور تناهي، أما في التسلسل لا يوجد له التناهي. يبقى إذن الدور تسلسل أيضا، ولكن في أمور متناهية. يبقى كل دور فيه تسلسل، ولكن ما تناهى، إنما ولذلك تلقاهم مرتبطان. الدور حاجة واحدة ما تقدرش تفصلهم، يعني ممكن تجعله دور وتجعله تسلسل. ثم أشار، خلاص كده. اللهم صل أفضل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على